ديجا قبل ما نقولوا لو بيلون سي واحد المبادره ايجابيه، لان الرئيس ديال الكونفدراليه ديال افريقيا لكره القدم السي احمد مباشره بعد النهايه ديال كاس العالم بغى يدير واحد التقييم، لان كنشوفوا بلي خمسه ديال الفرق الوطنيه ما دازوش الدور الاول، هذه اول مره، وبغى يعرف زعما شنو هما المشاكل باش، ولكن بواحد الفكره ايجابيه باش شنو قدو الكونفدراليه الافريقيه تساهم باش تصلح بعض الاخطاء اللي يمكن يكونوا زعما ارتكبوهم الفرق الوطنيه، و اوسي نركزوا على الحوايج اللي هما ايجابيين اللي نقدروا زعما نخفوا عليهم باش نزيدوا في الامام. دونك الفكره الاولى هي اوسي كان واحد النقطه مهمه هي الوجود ديال اللجنه ديال الحكام اللي كانت هنايا، لان كان بزاف ديال القال وما قال على لوفا، وكانت زعما نقاش ايجابي وكاع المدربين فهموا زعما شنو هما زعما الاضافه اللي تقدر تجيب داك لوفا. وحاجه اوسي اللي كانت مزيانه هما المدربين ديال الفرق الوطنيه اولا المساعدين ديالهم كانوا هنا باش يشرحوا كيفاش وجدوا داك الكاس العالم، كيفاش زعما خدموا الفرق ديالهم الوطنيه في ذاك الفتره ديال كاس العالم، باش هما اللي عاشوا زعما الحدث باش يعطيونا النقاط اللي هما ايجابيين ولا سلبيين. من بعد زعما الخلاصه هي خاص تكون واحد الاستمراريه في العمل. كنشوفوا الفريق النيجيري عنده واحد زعما لا مويان داج هي 24 سنه، هي من هنا ل 2022 غتكون عندهم ديك 28 29 ans. دونك خاص تكون استمراريه من العمل مع دوك اللعابه والطاقم التقني ديالهم، لان هما عارفين شنو هما الحوايج اللي خصو يشتغلوا عليهم باش يوصلوا داك الفريق الوطني ل 2022. اون بليس الحظ اللي عندهم هي غادي تكون كاس افريقيا ديال 2019 اللي غتكون في الكاميرون، غادي تكون ب 24 فريق، دونك غادي يكون واحد الحظ كبير يكونوا المشاركه ديال هذوك خمسه ديال الفرق في داك كاس افريقيا باش يعطيو تجربه خبره لهذوك اللعابه. دونك الفكره هي استمراريه والعمل والعمل والعمل.